بعد ما حطوا النقطة التركية عندنا هون في مدينة موريك، الحمد لله عم يزداد عدد الضيعة أو الأهالي. يعني قبل يعني ما عندنا إمكانية نحسن نوصل أراضينا ولا طالة، الحمد لله بعد وجود النقطة التركية يعني هون هلا يعني خف وضع ضرب القصف كثير عنا. يعني كعمال يعني نحن بدنا نعمل بأرضنا، ما كان قدرة مجرد ننزل الأرض ينمحوا خيال منا تجينا قزاز. حاليا تشهد المدينة حركة ممتازة من الناحية التجارية وعودة الأهالي.